غادي نعطي واحد الفكره على كل شيء. فمايمكنش ان تكون صوره مثلا يمكن مثلا في الكونت ديالي شي حاجه بحال هكذا اكثر من 30 دقيقه وغادي تاخذ غير صوره واحده وفيديو كيبان الامور هي مفبركه. فانا ما بغيتش نعطينا هذه الامور اكثر من اللزوم ديالها. فبلا نهضروا في الموسيقى وداك الشيء يعني هادشي ما كاين منه والو واي حاجه اللي هي تافهه يعني ما درتش. كاين بعض يمكن الصحافه اللي دوات في هذا الموضوع هذا انا ما كنشوفش انه موضوع كيسهل حتى لهذ الدرجه حيت باين انه ما كاين منه والو. انتم الحمد لله صحافه اللي هي كتهتم بالحاجات اللي هما يمكن في المستوى ماشي بهذا النيفو هذا. شكرا. هذيك كاين تعليقات بزاف هاد الامور بحال هذيك. بالعكس البنات ما كنأتاكيهمش يعني كنت بصح حتى بنتي عندي اختي عندي الوالده والنساء بعدا والبنت في الحياه هي تقريبا هي اساس الحياه. فانا كنوجه لهم تحيه من هاد المنبر هذا وانا كنحماق عليهم وكنبغيهم بزاف. غير هو على حساب يمكن اغاني سبحان الله كنرتاح مثلا كنوجد مثلا بزاف ديال الاغاني اللي كنشوف لا شونسون هي هذه اللي مرتاح ليها وكيكون فيها الكلام هكذا بهذه الطريقه يعني ماشي عمدا ولا شي حاجه. فان شاء الله غادي نوجد شي حاجه اللي تكون ان شاء الله في رومانسيك ان شاء الله سنتيمون ان شاء الله يا ربي. هذا شرف لي. اول حاجه كنوجه تحيه للفنان ديالنا الكبير سعد مجرد كنوجه له تحيه. هو المشروع كاين ان شاء الله هي مازال يعني ما طبقاتش فان شاء الله نطلب الله انه يتكمل المشروع ان شاء الله باش نسمعوا شي حاجه اللي تكون ان شاء الله في المستوى ان شاء الله يا ربي. سعد صاحبي بزاف وخايب هو ماشي ازعاج غير هو يعني سعد فنان كبير الحمد لله وعنده ريبرتوار وفيتنا يعني في تبارك الله في الموسيقى. غير هو ان مزيان ان الانسان يخرج اعمال اللي هي مزيانه يكون في المستوى. حيت حنا دابا انا لاحظت واحد الحاجه غنهضروا بحال حنا مع بعضنا بحال حنا فاميلي كتخرج اغاني مزيانين كتنافس وكتبان في المستوى فراك كتنافس مع هذاك وخصك تطيع هذاك. خرج شي اغاني عيانين فراك عيان وما صالحش. شنو غادي نعملوا؟ حنا كنحاولوا نخرجوا اغاني مزيانين. راه كاين فنانين كبارين بزاف كاين ناس مثلا في الدول الاجنبيه كاين 30 فنان كلشي واعر كلشي طوب كلشي كيبان انه رقم واحد. فحتى حنا بغينا بزاف ديال الفنانه وكلشي كيغني مزيان وكلشي عنده بوبليك يعني المقارنه ما خصهاش تكون. سعد الخاوه ديالي كما كنقولوا حنا صاحبي والله يسهل عليه وكنتعلموا منه بزاف ديال الحاجات سواء في الموسيقى ولا في الحياه ديال الفنان ولا اي حاجه. فمزيان انني نكون عامل البصمه ديالي وكنتقاتل وعامل اسمي فالحمد لله يا ربي الحمد لله. من ضمن المفاجات هي ان غادي تكون معنا ان شاء الله الفنانه الكبيره والصوت الغزال اللي تبارك الله عندها امكانيات خطيره صوتيه هند زيادي كنوجه لها تحيه. غادي تكون معنا ان شاء الله غادي نقدموا ديو ان شاء الله للجمهور ديالنا. هذه من احد المفاجات كاين مفاجات اخرين خليهم لك باش تتفاجا. الحمد لله في السنوات الاخيره كانت الاغاني ديالي لقات واحد الصدى مزيان سواء في المغرب العربي ولا في العالم العربي الحمد لله. فانا فرحان بزاف بهذا النجاح هذا في بليك ديال الجزائر ان شاء الله غادي نزوروه في 29 ان شاء الله. فكنتمنى نكون خفيف على القلب ونتلقى بالبليك وانا فرحان بزاف حيت كيجوني بزاف ديال دي ميساج وتعليقات والناس فرحانين بينا الجزائر. فنتلقاو خواتنا ونفرحوا معاهم ان شاء الله وندوزو سواري اللي هي غزاله ونمثل ان شاء الله الشباب المغربي باحسن تمثيل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.